السلام عليكم. قام طالب جامعي يبلغ من العمر 22 سنة بينها حياة صديقتها لعدم قبولها الارتباط بها. الطالب سدد 17 ضربة لضحيته بواسطة الحد ووضع صورتها عبر ستوري صفحته في حسابه الشخصي. الضحية والمدعوة سلمى وهي طالبة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات، كما أن صديقها المتهم قال عبر منشوراته في الفيسبوك أنه كان يتحمل الأعباء المادية للطالبة من تكاليف الدراسة وهدايا طيلة 3 سنوات، وأضاف أنه بعد تخرجها قالت له أنها غير راغبة في الارتباط بها ودخل في حالة اكتئاب وحالة نفسية معقدة بعدما رفضت الارتباط بها وبعد أن رسب في دراستها. المتهم اعترف خلال تحقيقات أولية عقب إلقاء القبض عليها بإنهاء حياة زميلته بعد رغبتها بإنهاء علاقتهما دون موافقتها. الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في مصر بعد حادثة نيرة أشرف، وخلفت غضب كبير بين المواطنين هناك.